السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونون كلكم خير وصحة وسلامة. اليوم نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهو ما هي الأشياء اللي تقتل نبات السجادة. طبعا نبات السجادة ممكن أنه يأثر بها عدة عوامل تؤدي إلى موته أو تلف النبات. نتعرف اليوم على أهم الأسباب الشائعة اللي تؤدي إلى قتل نبات السجادة. أولا، نقص في الماء. إذا لم يحصل نبات السجادة على كمية كافية من الماء، رح يجف ورح يتوقف عن النمو، وبالنهاية ممكن يؤدي إلى موته. فمن الضروري ري السجادة بانتظام وتوفير كمية كافية من الماء حتى تظل التربة رطبة قدر الإمكان. النقطة الثانية هي الإفراط في الري. على الرغم من أنه نبات السجادة يحتاج إلى ماء للنمو، إلا أنه الري المفروض والزائد راح يؤدي إلى تسرب الماء وتسبب تعفن الجذور أيضا، ممكن يؤدي في نهاية المطاف إلى موت النبات، فديروا بالكم. نقطة رقم ثلاثة هي نقص الضوء. يعتمد نبات السجادة على الضوء الشمسي للتمثيل الضوئي وللنمو الصحيح. إذا لم يحصل النبات على كمية كافية من الضوء، إيش راح يصير بهاي الحالة؟ راح يصبح ضعيف وراح يموت تدريجيا. نقطة رقم أربعة هي التربة اللي تكون غير مناسبة. التربة اللي تحتوي على تركيبة غير مناسبة من عناصر غذائية راح تكون غير جيدة بتصريف الماء، ممكن انه تأثر سلبا على نمو السجاد، وممكن ايضا تسبب مشاكل صحية للنبات، تلف النبات ايضا. نقطة رقم خمسة هي الآفات والأمراض. طبعا الآفات المختلفة مثل الحشرات والفطريات ممكن انه تهاجم نبات السجاد وتسبب بتلفه وموته ايضا، فمن المهم جدا انه نراقب النبات ونتخذ اجراءات التحكم في الآفات والأمراض عند الحاجة. النقطة الأخيرة، النقطة رقم 6، هي عوامل البيئية القاسية. طبعا الظروف الجوية القاسية مثل الصعيق الجد الشديد والحرارة المرتفعة ممكن أنه تأثر بشكل سلبي على صحة نمو نبات السجادة وتؤدي بعض الحالات إلى موته. مثل ما تشوفون هنا، أنا عندي 2 نباتات، واحدة من النباتات طلعتها برا بالبلكون وكان الجو صيفي ممتاز، لكن فترة العصرية أصبح الهواء قوي وبارد، وبعدين تكمشت الأوراق نبات السجادة وأصبحت بهذا الشيء. طبعا بعد ليلة أقل من نص ليلة دخلتها للبيت وعرضتها إلى الدفو اللي موجود بيئة الشقة، والحمد لله والشكر خلال فترة 4 أيام رجعت بطريقة صحيحة وبنمو جيد، وتم إزالة الأوراق التالفة بسبب وضعها خارج البيت بالبلكونة وتعرضها للهواء القاسي. فديروا بالكم على النبات، ومن الضروري أيضا توفير عناية لازمة لنبات السجادة، وأيضا توفير الماء والضوء المناسب، واستخدام تربة ذات جودة جيدة، ومراقبة الآفات والأمراض حتى نحافظ على صحة السجادة وتنمو إن شاء الله وتكبر وتزدهر، وبعدين تصبح يعني قابلة للتكاثر إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم محتوى القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.